نروح للحلقة اللي بعد كده نشوف هنا قرار مهم جدا جدا. نشوف هنا هقف عيننا على الحكم المساعد يا كابتن الاول في اللعبه دي. خلينا يا كابتن عادل يا كابتن بلال نشوف احمد عبد المنعم الحكم المساعد ادى ايه. نشوف هنا الحكم المساعد الاول ادى ايه. ماشي ماشي هنمشي 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 نمشي. نشوف الحكم المساعد هنا اشار بايه؟ راح وحسب الهدف واحده واحده بالظبط. ده كله بعد اذنك خليك معايا بس في اللعبه دي. هي فيها تسلل. انا هوريك بقى تصرف الحكم وتصرف الحكم المساعد. طيب نيجي لمحمود ناصف في هذه الحاله هو حسب ايه؟ ده قبل ما الفار يراجع هاند بول. هو حسب ايه يا كابتن؟ تعالى كده يا دكروري نروح للحكم. هنا المساعد خلي بالك ادى هدف. نشوف تاني هنا مش حسب حاجه. ثم هنا حسب. ثم نروح شوف محمود ناصف جري. يلا خلينا نمشي نمشي. هو ما حسبش نمشي حاجه يا كابتن. نمشي وصفر صفر وعمل ايديه كده صفر على الكوره جت في ايديه هاند بول. تمام خلي بالك ده خطا تحكيمي مش عايز اقول كارثي ولا حاجه واحنا هادين جدا ولكن ازاي انت بتحتسب مخالفه وانت ما شفتهاش؟ هنا الفار نجدك خلي بالك. عارف ليه؟ لانها كانت تسلل يا كابتن ايمن. طبعا كانت تسلل. هذه الحاله كان هدف صحيح مليون في الميه. الحكم بيروح ثم الفار بيراجع ثم بيحتسب تسلل. الفار نجده دي حاله. هو لما رفع ايده دلوقتي هو مش كان عامل في الاول هاند بول؟ ما ده انا قلت لك هو راح حسب مخالفه على اي اساس؟ هو نفسه حاسس بايه لما يعمل كده؟ تاني عشان بس تبقى الصوره واضحه. هذه الحاله يا كابتن بلال الحكم اشار المساعد اشار باستمرار اللعب وهدف. وهنا هدف فعلا صح على حسب الملعب هدف لسه ما رحناش للفار. انا محمود ناصف الحكم انا بساله سؤال هو انت رحت لغيت الهدف ليه؟ لغيت الهدف في هذه اللعبه في نفس اللحظه دي انت اديت مخالفه على ان الكره اتلعبت بالايد. انت مش كده كده نعم الفار كان هيجيبه كده. ما الفار هيجيبه ولكن هنا الفار نجدك لان هي فعلا هي تسلل. نشوف اللعبه ثاني هنا. طيب. بس هنا موديس ثم كهربا ثم اللاعب في موقف تسلل. هنا في تسلل يا كابتن انما ما فيش مخالفه على كهربا سواء بلعب الكره بالايد. يعني هي اتعملت بالحظ بالحظ بالحظ, بالحظ. يعني النهارده دي لو مش تسلل هدف صحيح بيتم الغائه من الحكم إن هي أوفسايد. هو ما شافش اللعبه. يا حكامنا يا محترمين انا بحبكم كلكم ما تصفرش على حاجه ما عندكش تفاصيل. من فضلك من فضلك ما تصفرش على مخالفه خاصه لما يكون في هدف ما عندكش تفاصيل. انت عندك الفار هيراجع. مظبوط. دي حاله من الحالات برضك المهمه اللي عملت لخبطه وعدم ثقه بطاقم التحكيم يا كابتن. طيب وبمناسبه حاله الاوفسايد يا كابتن كان ليا سؤال. اتفضل. اختلفت انا مع كابتن اسامه عربي بس هي اللعبه لما اتعادت كان كهربا اوفسايد من قبل وهي بتتشاط. الكره بتتشاط وكهربا ما كانش في وضع متسلل. تمام. وضع تسلل مش كويس. مش اللعبه دي جت من عارف لا انا بشرح اللعبه. تمام. فالكره جت في الثيرد باك ولما جت في الثيرد باك غيرت اتجاهها. هتجيبها لنا؟ طيب لا مش دي مش دي اللي انا عايزها مش دي اللي انا عايزها. لا هي صعبه بس انا كابتن ناصر هيبقى عارف. انت عارف فلما شاطها يا كابتن لما شاطها يا كابتن جت في لعيب وراحت لكهرباء بس هو كهرباء وهو بيشوط كان اوفسايد اصلا. هنجيبها بس هتجيبها معايا. طيب ماشي ما تغمضش عينك معايا. طيب. كل الحالات موجوده ما غمضتش. ماشي يا كابتن ماشي. يلا هنا احنا قلنا ايه؟ الحكم بيلغي هدف وما شافش الهدف. كويس. الفار انقذه وهنا حسب تسلل والتسلل موجود نتيجه ان هي اتلعبت من موديست كهربا في منكم تسلل وبالتالي هنا تدخل مع المنافس الهدف تسلل مفيش كلام يا كابتن. مظبوط.